اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم السمنه وجراحتها. السمنه الحاله نفسها دايما بيبقى ليها قصه، وساعات القصه دي تبقى قصه ماساويه، ساعات القصه دي تبقى قصه حزينه، لكن القصه بتبقى حزينه في اولها بس في الغالب ان شاء الله تبقى مفرحه في اخرها، وده شيء جميل. النهارده لقاء ممتع للغايه مع ضيفي العزيز المبدع دائما في حواره، واللي بيمتعنا وجوده معنا اكيد اسرى جراحه السمنه اسراء كبيرا جدا. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه، والاسم المتميز للغايه، واحد من نجوم هذا العالم في مصر والوطن العربي. اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. القصه كلمه مهمه جدا جدا عندكم في عالم جراحه السمنه، فقول لي كده مثلا، احنا حكينا قصه لكن في مصر في العرب في قصص أكثر إثارة وأكثر تشويق. طبعا يعني في البداية تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا السمنة لها مقاس كتيرة جدا، آخرها يمكن شاب غير متزوج في نهاية الثلاثينات، كان يعني حاول، وزنه فعلا كاسر 250 كيلو، وبعدين ابتدى يعمل عملية في إحدى الجامعات يعني قبل كده، وكان معروض علينا للإعادة للمرة الثالثة بقى، يعني كان عامل عملية وكانت فشلت يعني لظروف يعني كان قد تكون جراحية. ابتدى يرجع تاني العملية، يلغيها يعني لعدم استخدام طبعا التقنيات الحديثة، ويمكن كان الموضوع قديم يعني الكلام ده، يمكن قال لي انه عامل العملية دي يمكن من 15 سنة. الفكرة بقى ان هو قاعد في البيت دلوقتي بقاله سنين، ما ساب شغله، كان بيشتغل في وظيفة مرموقة، مش قادر يواجه الحياة. طبعا عنده مشاكل من العمليات الفاشلة السابقة، طبعا افتاء في البطن، بطنه كلها تقريبا جرة. المأساة بقى انه رجع لوزنه الطبيعي اللي هو ما قبل العملية، مخسش اصلا على العملية الاولى. طبعا كان العمليات طبعا غير متقدمه ايامها، ويمكن التقنيات ما كانتش فدي يعني واحد السمنه هزماه، ما قعداه في البيت ما بيتحركش. يعني خد بقى على ده حاجات كتيره جدا في سن الاطفال اللي هم يمكن، او يمكن الشباب اللي اكبر شويه اللي هو في الجامعات اللي مش قادر يروح الجامعه بتاعته، مش قادر يواجه المجتمع. تاخر الانجاب، نسب طلاق عاليه جدا في السمنه المفرطه، والسيدات ما عندهمش سمن للاسف، يعني هو ده حاجه مرضيه محتاجه تتعالج، يعني هو المفروض المجتمع يساعدهم مش يهزمهم نفسيا. ولا قصص كتيره خالص يعني، دي يعني كل يوم قصص حزينه بسبب السمنه المفرطه المرضيه. انا مصمم ان اقول ان هي مرضيه. كان احد برضو الناس فوق سن الستين سنه، قعد شهور يتعالج من انقطاع النفس اثناء النوم، ما جابوه من الساحل الشمالي بعربية اسعاف، وقعد في المستشفى شهر بنحضره في مستشفى وادي النيل، قعد يتحضر فيها شهر. والحقيقة تم إجراء العملية الحمد لله بنجاح. أسبوع واحد بعد العملية نفسه استريح جدا، ابتدى ياخد نفسه بصورة عادية. وعايز أقول لحضرتك إنه اتأخر في إجراء العملية دي سنين، يعني شفته قبل ما يعمل العملية يمكن بسنتين بيتجهز، كان خايف من إجراء العملية، وبعد كده عملها في ظروف يعني هو تعتبر طارئه بالنسبه له. ما هو دكاتره الصدريه قالوا له انت ما لكش علاج، انت لازم تخس في الوزن، لان انقطاع النفس اثناء النوم ملوش حل، انت هتعمل ايه؟ ما خرجش من المستشفى، تاني قاعد في المستشفى يعني يعلي كفاءه الصدر بتاعه، وتم اجراء العمليه في نفس المستشفى، وقعد شويه وبعدين خرج بالسلامه. يعني بقينا اصدقاء دلوقتي من كتر ما استفادوا بقى، يعني حاجه جميله جدا من انقاص الوزن. فانقطاع النفس اثناء النوم او الازمات اللي هي بتاعت القلب دي اللي بتحصل دي حاجه مش مفاجاه، يعني دي حاجه يوميه. وعلى فكره يعني بتوصل ممكن في ناس من المشاهير بيحصل لهم صدى الريست بدون اي سابق انذار، هو بيكون اول شكوى اللي هو يتوقف القلب في اول شكوى. ممكن كان في ناس من المشاهير طبعا الله يرحمه علاء ولي الدين، يعني كانت حاجه برضو من الحاجات المسؤوله، الله يرحمه يعني. فالسمنه المفرطه هي سمنه، هي مرض مزمن شديد الخطوره، يجب علاجه، يعني دي حاجة احنا لازم كلنا نعترف بيها. في سؤال كلاسيكي قوي بس السؤال ده مهم جدا، هي نسب النجاح في عوامل واسباب وشغل وراء حاجة اسمها ارتفاع نسب نجاح. طبعا طبعا كل حاجة لها عوامل نجاح. تكميم المعدة،
تحويل مسار المعدة، التكميم مع التحويل، تحويل مسار الاثنى عشر. يعني الجراحات دي الحقيقة هي محتاجة كذا حاجة، محتاجة احترافية في الأداء، أن أنت تعمل عملية باحترافية شديدة، لأن الواحد بيتعرض لمواقف شديدة الخطورة. ما هي العيان مش عيان سمنة اللي هو 90 كيلو على، يعني هو ده مش سمنة مفرطة. احنا يعني طبعا متعرض لمواقف، بطون ناس متقدمة في السن، أوزان ضخمة، يعني في 180 كيلو 200 كيلو، تلاقي الوزن الطول كله 150 سنتي، فسمنة مفرطة شديدة، يعني الدهون فعلا يعني متكدسة في البطن. أنت لو مش جراح ماسك يعني عنده الحرفية الكافية، والله ما طالع من بطن العيان. أنا بقول لحضرتك لأن الموضوع محتاج حرفية، محتاج أنت. أنا يمكن بحضر مؤتمرات كده بصورة دورية لينك، يمكن حاجة منهم زي الباري لينك، بنقعد نناقش مجموعة من الجراحين العالميين، بنقعد نناقش حالات، احنا بنشوف مقاسي في بطون العينين لعدم الخبرة. ما هم الجراحين بره ما عندهمش مشكلة في ان هو يعرض مشاكله، يعني عادي. واحنا برضو على فكرة اي حاجة تفيد المجتمع الطبي بنقول لهم عليها، ما دي مش غلط يعني. فبتعرض يعني حالة من ضمن الحالات بتتعرض، يدخل يعمل عملية تحويل مسار المعدة بصورة يعني مش موفقة، فيقوم طول المعدة غير متناسب، مش عارف يطلع الأمعاء من تحت، فيقوم الأمعاء يقوم يطلع دباسة، فيقوم دباسة خارمة الأمعاء، فيقوم لاغي العملية دي، فعمل عملية بدل هو ما يعمل تحويل مسار معدة مصغر، يعمل تحويل مسار معدة كلاسيكي. تحويل مسار المعدة الكلاسيكي مش عارف يطلع اللوب من تحت، تقوم مسربة منه جوه العمليات، يقوم قاصص ده كله ويلاغي العملية ويحاول يعمل تكميم، يقوم التكميم يحصل فيه ستريكتشر أو ضيق في العملية. يعني هو ده راجع لعدم قدرة على أن أنت تجري عملية باحترافية. أنا طبعا ما قدرتش أسكت ساعتها وقلت له إحنا كان لازم نعمل كذا ولازم نعمل. يعني قصدي أن الجراح الغير متمكن كتير جدا من مشاكل العمليات هتكون بسبب الجراح الحقيقة، لأنه يعني السمنة المفرطة ليها تشالنجز وليها صعوبات جوه العمليات. ازاي تستخدم الالات اللي انت بتستخدمها؟ انت لو حتى بتستخدم دباسه احترافيه شديده، انت يعني هي الموضوع مش كله دباسات، الموضوع كله احترافيه في ان انت تعمل العمليه او تكملها، او ايه الامان بالنسبه للعيان ده. تقيم طول الامعاء، هتعرف تطلع الامعاء، تعرف تكمل له تحويل مسار بابعاد منتظمه ولا لا، هتعرف تعمل تحويل مسار. يعني تحويل مسار المعده المصغر انت محتاج لونج نارو باوتش، معدة طويلة في تحويل مسار المعدة المصغر، تكون احترافية، تمنع الارتجاع. انت قصيت المعدة من نصها، طب انت هيجي لك ارتجاع مراري بنسبة كبيرة جدا، التواء الامعاء والتواء المعدة، يعني قصدي في حاجات كتيرة بتحصل. النمرة الثانية محتاج مكان مجهز، يعني عمليات مجهزة بطقم تخدير احترافي يقدر يستخدم. هو في ادوية بتنفع لمرضى السمنة الخطيرين، احنا يمكن معرفش يعني كل سنة بتشتغل في السمنة كل ما بتتعرض لحالات أصعب، يعني أنت كل ما بيجيلك أصعب الحالات، لدرجة إن التخدير اللي بيشتغل معانا فعلا بيئن من كتر الحالات اللي هي فيها صعوبة، لأنه اللي مركب ثلاث دعامات في القلب وأنت بتعرضه وتقول له نايم العيان ده، اللي عنده فشل كلوي ومقدم على زراعة كلى وعايز تنزل له وزنه، ما انت ده تشالنج بالنسبه للمريض. اللي عنده لانج فايبروزس، تليف في الرئه سابق، وتقول التخدير نايمه، ما هو يعني احنا لازم نظهر دور التخدير حقهم، اللي احنا لازم نقول ان فريق التخدير المحترف بيتعب مع العيان دول. يعني انت ما تطلعش برده كجراح سمنه تقول انا عملت عمليه لعيان 200 كيلو لوحدي، انا هي مش كده. يعني انت دكتور التخدير اكيد عمل حاجات احترافيه في العيان ده، لولاها ما كنتش عملت العمليه، ما كانش هيوافق اصلا نايم العيان. فدكاتره التخدير الحقيقه بيشيلوا جزء كبير، احنا يعني طبعا لازم نديهم حقه مظبوط. احترافيته في انه يقدر يركب انبوبه في عيان رقبته قصيره عنده انقطاع نفس اثناء النوم، بيشخر طول الليل مش قادر ياخد نفسه، كميه الدهون القافله كبيره. طبعا ده محتاج، انت مش محتاج تجرب تدخل انبوبه وبعد كده العين ما تعرفش تدخل فيه انبوبه، ما انت كده يعني انت هتموته. فاحترافيه عنده، ما هو احترافيه برده لوحدها برده ما تنفعش، محتاج عنده الاجهزه الكافيه اللي هو لو اتزنق تنجزه تساعده، ما يتزنقش تخديريا. استخدام الادويه الاحترافيه في بعض مرضى السمنه المفرطه، ده واحد 200 كيلو ما انتش عايزه ينام فتره كبيره، عايز تديله ريفيرز في وقت قصير، انت برضو عايز تعمل عمليه في وقت قصير وتخدير مساعدك، لازم تستخدم برضو التقنيات الحديثه اللي تساعدك ما توقفكش. يعني عايز تستخدم دباسات حديثه على اعلى مستوى،
استخدم كل ده ومعكش فريق مساعد يساعدك فيرست اسيستنت كويس وحكيمه مدربه وما عندكش فاقد في الوقت دقيقه. طيب استنيم عيان في فتره قصيره نفسه مش مستريح، عيان كتلته كبيره، عنده مشاكل في الكلى، عنده مشاكل في الرئه، انت محتاج تعمل عمليه في 20 دقيقه لو انت بتعمل تكميم، عايز تعمل عمليه في نص ساعه، ساعه الا ربع في عمليه تحويل مسار، مش محتاج العيان يقعد فتره كبيره في اثناء العمليه. فطبعا في عوامل نجاح كتيره جدا 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 لازم يعني طبعا نسردها كل مره وبنفس الاسلوب عشان نحصل على نتيجه برضو موفقه. تعال نشوف مع بعض قصه من القصص المهمه جدا اللي بهتم جدا بكلام الناس، كلام الناس قبل وبعد، كلام الناس اللي مروا بتجربه أنا بعتقد إنها تجربة مأساوية في حياتهم أو قاسية في حياتهم وعدوا بيها لبرد النجاح. دايما السمنة تجربة قاسية. تعالوا نشوف مع بعض. Well, the experience was good. It was better than I expected. I don't feel any pain. It was easy and the scars are minimal. It was just one that'll be gone very soon, hopefully. Hi guys. My name is Heba. I'm from America. I came all the way to Egypt to get surgery done with Dr. Karim Sabri. I came here in March 2019. I had a gastric sleeve done. If you want to get it done, come to Dr. Karim Sabri. When I did my surgery, there was no complications. There's no scarring. I lost 120 pounds, which is like, what, 55 kilograms. I started at 268 pounds, and I'm now 165. دايماً في الجراحات كلمة المريض، يعني مريض يقول لك أنا بعمل جراحة، أنا خلاص أنا سلمتكم نفسي، إلا في جراحة السمنة المريض له دور كبير، سواء في طاعة الأوامر ما بعد المتابعة أو بعد العملية، أو كمان أنه يستمر متصل بالمنظومة. حقيقة طبعا انا يعني بشكر استاذة هبة، هي عائلة يعني مصرية ساكنين قاعدين في امريكا، وهي مولودة هناك في امريكا يعني، وهي عايشة هناك وواخدة الستايل الامريكي يعني. والحقيقة طبعا انا سعيد بنقل تجربتها لسبب انه هي انسانة طبيعية وعملت عملية احترافية، فهي يعني احسن ما بعد العملية. احنا بقى لو قارنت ده في بعض الناس اللي هم ما بياخدوش تعليمات كافية، يعني المعادله في طريقه التعليمات ما بعد العمليه، مش دي النتيجه اللي هتحصل. انت اللي نورتني وابدعت كالعاده. شكرا. ضيف العزيز القمه العلميه المتميزه لاسم اللامع الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحه السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس عضو ومدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا. يبقى السمنه تجربه قاسيه جدا جدا، حاول تخرج منها بسرعه عشان توصل لبر الامان وتبقى انسان عايش حياته. الكلمه دي رغم بساطتها لكنها تشمل معاني كثيره. بطبيعيه، عايش حياته طبيعي، كلمه سهله لكن صعبه جدا. خليكوا دايما مع نفسكم.